لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين وغيره. في سؤال هنا عمال يتكرر قدامي، ان الاستاذ عبد الناصر زيدان قال ان هو هيعمل حوار مع مرتضى. انا ما سمعتش الكلام ده، وعبد الناصر ما كلمنيش في الموضوع ده، لكن هشوفه معاك، ولو صاحي يقول لنا ايه حقيقه الموضوع ده، لان ده موضوع خطير. هل هو اتفق مع مرتضى يعمل حوار؟ يعني ده الاسئله اللي جايه لي، دي الاسئله اللي جايه لي، بيقول هيعمل حوار مع مرتضى وده بيؤكد عودته. انا بقول لكم مفيش عوده، انا بقول لكم مفيش عوده، لكن من حق مرتضى يلجا الى الهيئات والمؤسسات الدوليه. انا بقول لك اهو، مش هقول لك ما يلجاش، مش هقول عاوز يلجا للمؤسسات الدوليه، يلجا للمؤسسات الدوليه، حقه الطبيعي، ما نقدرش نحرم اي حد من حقه. لكن عبد الناصر قال انه يعمل معاه حوار، وارد، بس هو ما قاليش الصراحه. وبعدين خلي بالكم من حاجه برضه عشان تبقى واضحه للناس كلها يا استاذ عبد الناصر، انا بعمل اللايف وعلى الهوا وكل الناس بيقولوا انك انت تعمل حوار مع مرتضى، ممكن تطلع توضح لهم؟ ما انت اللي قلت اهو. طب ما تقول للناس. طب خلاص ماشي، اوكي، مع السلامه. عبد الناصر بيقول ان هو في امور بتترتب ومش هيتكلم في الموضوع ده دلوقتي، ماشي، بيقول مش هتكلم في الموضوع دلوقتي، هو بقى ده موضوع خاص بيه تناقشوه معاه. لكن في كل الاحوال، عبد الناصر له شخصيته المستقله، وانا ليا شخصيتي المستقله، كل واحد له مواقفه. لكن انا قدامك اهو بجيبه، قال لي ده موضوع امور بتترتب وانا مش هتكلم في الموضوع ده دلوقتي وكده. لكن هو قال ايه؟ انتوا بتقولوا ان هو قال انه هيعمل حوار مع مرتضى، الله اعلم هيعمل ولا مش هيعمل. لكن والله العظيم ما اعرف حاجه غير لما قريت دلوقتي الكلام منكم. ماشي، لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. زي ما بنقول بنطالب دايما بتطور الكره المصريه وصلاحها، وزي ما بنقول ان ما ينفعش منتخبات الناشئين ومسابقات الناشئين تبقى بايظه كده، اتحاد الكره اكتشف مصيبه، في منتخب الناشئين مواليد 2006 بتاع كابتن مؤمن سليمان، مصيبه مدويه، كارثه فادحه. اللعيبه مزوره، 14 لاعب مزورين، انتوا متخيلين 14 لاعب مزورين؟ كارثة بكل المقاييس. كابتن مؤمن سليمان اختار اللعيبة، أوراق اللعيبة بتقول إن هم مواليد 2006 وفيهم ناس 2007، يعني صغيرين سنة، يعني يلعب في المنتخب اللي بعده. راح يحلل لهم عشان المواليد، لقى كله مزور، 14 لاعب مزور، 14 لاعب مزور، منهم ثلاثة زمالك وواحد اهلي وانبي ومصري ومحله، انا مش فاهم في ايه، ومقاولين عرب وانتاج حربي. 14 لاعب مزور في منتخب 2006 اللي بيقوده مؤمن سليمان، واللي عمل لهم التحليل للمنتخب. الاول هنقول مين اللعيبه المزوره، وهنقول بعد كده ازاي المسابقات بتاعت الناشئين دي تصلح حالها. يبقى كده لازم تعمل تحليل لكل اللاعبين وفقا لتواريخ ميلادهم، اللي جايب المزور ده عشان يلعب في سن ادنى يتحاسب. نطهر الكره المصريه من كده عشان يبقى عندنا منتخبات قويه ومسابقات قويه، مش لما نيجي في يوم من الايام نلاقي كل الفرقه مواليد شهر يناير، 1 يناير، ليه يا جدعان في ايه؟ ليه يا جدعان في ايه؟ فالنهارده من نادي الزمالك ثلاث لعيبه، ايمن امير عبد العزيز ابن كابتن امير عبد العزيز، وسيد اسامه وعلي نوفل، ويوسف من دجله، ولا اسامه من دجله، وعبد الله من المصري، ومين من الاهلي؟ ومن الاهلي محمد احمد زكي. 14 لاعب يا جماعه، 14 لاعب ازاي 14 لاعب يبقوا مزورين في منتخب مفترض هيمثلنا في افريقيا وتصفيه كاس عالم؟ الراجل مؤمن سليمان بيعمل لهم تحليل، لقاهم ال 14 مزورين، 14 من 22 مزورين. ده احنا كده عندنا فساد رهيب في كل مسلمك، على صفقه عمر كمال عبد الواحد،
تاكدت بما لا يدع مجال للشك من مسؤول اهلاوي اللي بيقول لي برضه، ما تجيش تقول لي انت قلت، بقول لك مسؤول اهلاوي بيقول لي، لان ابوه خايف، ابوه دلوقتي خايف، كمان ابو واحد خايف يتكلم وهرب بلغ فرار بحجه ان هو موجود في منتخب الاولمبي، فخلاص يعني رغم ان انا شايف واحد من افضل الناس في تخصصه، افضل الناس في تخصصه، يا عم اللي يشتمني يشتمني، سيبه يشتم، احمد خضري بيشتمني يشتم يا عم، شكرا يا محمد يا حمد، سيبه يشتم، سيبه يشتم يا ابني، ادينا حسنات. ما خلاص الشتيمه دي ما بقى، احنا خلاص جبتنا نحاست، ما بقاش يفرق معانا الشتيمه يعني احنا اتعمل علينا حملات ضخمه على مدار سنين، وبرنامج تلفزيوني يومي بيشتم، هتيجي تقول لي دلوقتي ده واحد بيشتمك، يا عم اشتم يا احمد يا خضر واشبع عيال، اشتم واشبع عيال، اشتم واشبع، ما تجراش حاجه يا عم، خلاص ماشي، عاوز تشتم اشتم، عاوز تشتم اشتم، اشتم يا عم الله يسامحك. فاللهم صل على سيدنا النبي، انت طالما عرضت نفسك على العمل العام وبقيت اعلامي، في اللي هيحترمك وفي اللي هيختلف معاك برقي، وفي عديم الادب والتربيه اللي هيشتمك، ما يشتم بقى خلاص، لو واحد بيشتم يشتم يا عم، سيبه يشتم، هنقول له ايه يعني؟ هنربيها احنا؟ اللي عاوز يشتم يشتم، هيعمل المفترقه دي وهنشتم؟ لا يا عم الله يسهل له يا عم، يا عم الله يسهل. المهم لا محمد ابو المعاطي ما بيظهرش، عمر بس اللي بيظهر، محمد عمر هو اللي بيتكلم في الكوره كويس، محمد طيب قوي يعني، طيب قوي 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 يعني، ربنا يبارك فيه ويحفظه واخواته. فاللهم صل على سيدنا النبي. بيقول لي ليه ما بتظهر عمر ومخبي محمد ابو المعاطي؟ مش مخبيه ولا حاجه، محمد ما بيحبش يتكلم، محمد من حادث الدفاع الجوي كره الكوره كلها وكره الدنيا بحالها. مهم خلينا بس نتكلم في ده. فعمر كمال عبد الواحد المسؤولين في النادي الاهلي تواصلوا معه، وبيقول ان هو عقده بينتهي بنهايه هذا الموسم، ويحق له الرحيل المجاني او التوقيع المجاني لاي نادي. وبيقول انه بيتاثر قوي بكابتن علي ماهر، وانه يكون صاحب دور في قراره سواء بالتجديد للنادي المصري او بالرحيل للنادي الاهلي، او بالرحيل الى النادي الاهلي، او بالرحيل الى النادي الاهلي. فده موضوع مهم. فيرويد من هداف الدوري بسم الله عليه ما شاء الله، لعيب شوتينج، لعيب قوي، لعيب هداف، لعيب هجام، لعيب محطة قوية جدا، نموذج للمهاجم المتميز اللي أبدع وتألق مع النادي المصري هذا الموسم. هل بقى طب لحظة بقى، أنا عملت له بلوك، خلاص خلاص يا أحمد يا خضر اللي أنت عاوزه، خلاص شفت اهو، خلاص وعملت له بلوك خلاص. فهل بقى ده يعني يخلص مع الأهلي ولا ما يخلصش؟ الله أعلم. الأهلي عنده وجهة نظر. لما تيجي تقول لي ان عمر كمال عبد الواحد صفقة مفاجأة، اقول لك الراجل اتكسف على دمك، ده انت عندك احمد ياسر ريان يجي يلعب فرود واساسي على كل المهاجمين اللي عندك. بص على لمساته وتحركاته واهدافه مع سيراميكا كيلوباترا، فمش عمر كمال عبد الواحد اللي انت تعيشني عليه، لا ده نجيبه وما نجيبوش وكلام من ده، شغل السماسرة ده انا ما بحبوش. سيب عمر كمال عبد الواحد لفرقته، الزمالك بيتفاوض عليه ياخده، لكن انت عندك فراوده جامدين جدا، لا انت صلاح محسن بيبتن قاعد على الدكه، ولما بينزل بيكسبك، محمد شريف كنت حاطه في المتحف وبعد ما شالك نزل كسبك، مروان محسن خلاص الحمد لله بقى محترف اهدار الفرص وعمره ما هيكسبك ويردك تتخلص منه. كهربا موجوده اهوت، ممكن يبقى واحد من المفاجات امام سان داونز. فالفكره ما يبقاش عندك كل الفراوده دول، وولتر بواليا انت كان جاي لك كويس، انت اللي ضغطت عليه وما عرفتش تديره، لكن تقدر تستعيده. لكن تيجي تقول لي اجيب عمر كمال عبد الواحد واعمل مشكله مع المصري، وما تسيبه يا عم، ما انت عندك احمد ياسر ريان هاته، ما انت عندك احمد عبد القادر في سموحه هاته، قد عمر كمال عبد الواحد 100 مره، قد عمر كمال عبد الواحد 100 مره. فما تقعدش تعيشني في دور ان دي صفقه مفاجاه ومش هنقول عليها، لا ده شغل سماسر، ده شغل سماسر، عايزين يسوقوا الواد ويعملوا فلوس كويسه يبيعوه للزمالك او ياخدوا فلوس كويسه من مصر، لكن انت ما تدخلش نفسك. انت عندك عمار حمدي قد حسين الشحات 100 مره، بس اللعب في النادي الاهلي بالادميه، بيجيبوا البطايق، سنك كام، مواليد كذا تلعب، مواليد كذا ما تلعبش، الكوره ما فيهاش كده. عمار حمدي مكسر الدنيا مع الاتحاد السكندري، مكسر الدنيا. فتيجي تقول لي عمر كمال عبد الواحد صفقه مفاجاه او رحيل حسين الشحات مفاجاه؟ لا رحيل حسين الشحات مفاجاه، وعندك عمرو جمال بيخلص نهايه الموسم،
ومبدع مع عبد الحميد بسيوني، واخر 4 مباريات كسبانينهم وما شاء الله. فما تجيش تحسسني ان عمر جلعب واحد هو صفقه الانقاذ اللي جاي نادي الاهلي، لا انا اللي هشوفه واقوله ده غلط. عندك احمد عبد القادر، وعندك احمد ريان، وعندك عمرو جمال غير اللي عندك. هنعمل ليه بقى مشكله مع النادي المصري ونعمل هيصه ونحسسهم ان احنا يعني بنكتشف الذره او بنخطف اللعيب السوبر قوي 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 قوي؟ لا مش مستاهل. لايك وشير وصلي على الزين وادعي لنفسك والوالدين والغير. عاوز اتكلم معاكم في التنمر. الكابتن خالد الغندور، وهحترم الناس برضه، بيقول لك ان الجمهور قال وحدوه لا اله الا الله. طب يا ابن الجمهور قال وحدوه لا اله الا الله، احنا ما سمعنا، هي دي التنمر؟ هو ده التنمر؟ طب احنا شفنا كذا فيديو ما لقناش فيه اي هتاف جماعي.